أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. أفاد مصدر من مجلس الشورى الثوري بنغازي لقناة التناصح الثلاثاء بتجدد الاشتباكات بين قوات وميليشيات الكرامة بمحور الفندق منذ الصباح. المصدر ذكر أن ميليشيات الكرامة تستهدف المنطقة بالمدفعية الثقيلة، فيما تمكنت قوات المجلس من قنص عنصرين تابعين لميليشيات الكرامة أثناء محاولتهم التقدم صوب تمركزات المجلس. طلب عمداء بلديات بنغازي والأبيار وجدابيا والكفرة والساحل والأبرق وجمينس المنتخبين بإعادة عمل المجالس البلدية المنتخبة فينا في الوقت ذاته التشكيك في قرارات الحاكم العسكري للمنطقة الشرقية عبد الرازق النظري. العمداء في بيان لهم عقب لقائهم في بنغازي طالبوا بإعادة المجالس البلدية المنتخبة إلى سابق عملها وفق القانون. أضاف أن بلدياتهم لم تعد بحاجة إلى عمداء عسكريين، أن هدفهم كان الخروج بدولة مدنية على حد تعبيرهم. قال أمين سر لجنة المبادرة الوطنية العسكرية العميد محمد الجنيدي بأنهم تناولوا في الاجتماع الأول للمبادرة كيفية تفعيل وتنظيم القوات المسلحة الليبية. الجنيدي في تصريح للتناصح أوضح أن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية الموجودة حاليا في البلاد، مضيفا بأنهم يسعون إلى تكوين جيش منظم منضبط يكون مؤسسة من مؤسسات الدولة. ونوه الجنيدي لأنهم قدموا دعوة لرئيس الرئاسي المقترح وكذلك رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة لحضور الملتقى، ولكن لم يحضر منهم أحد. أعلنت الشركة العامة لكهرباء أن ساعات طرح الأحمال يوم الثلاثاء تتراوح ما بين 7 و8 ساعات، داعية المواطنين إلى التوفير في استهلاك الطاقة. الشركة اعتبرت في نشرتها أن التقنين والاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الشركة والمواطن. كما طالبت الشركة المواطنين وأصحاب المحال التجارية بإطفاء المكيفات والإبقاء على جهاز تكييف واحد وضبط درجة حرارته على 24 مئوية وإقفالها نهائيا في حال مغادرة المنزل أو إقفال المحل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.